بغيت نقول لكم ان تسالوا لي الافكار ديال لانش بوكس، وملي كيتسالوا لي الافكار ديال لانش بوكس كنمشي ندير لهم ساندويتش، ساندويتش لذيذ زوين، وكنخلي ليا ديما واحد باش كندوقو حيت كيعجبني. كناخذ دان فومي كنقطعو اولا الجومبون وديروا اللي بغيتو. هنا غادي ناخذ الفرماج كنحاول انني نقطعو قطع اللي كيكونوا صغارين كنديرهم في واحد لو بول، كنزيد لهم الزيتون، شويه ديال الربيع، شويه ديال البزار، الملحه ما ديروهاش، المايس. وهنا غنجمع الخليط ديالي بلاصوص فرماجير ديال غاستروميكس، كنخلط كلشي مزيان. تقدروا ديروا المكونات اللي كيعجبوكم. وهنايا غادي ناخذ الباغيت غنقطعو بهذا الشكل هذا، وغادي نخويه من الوسط ولا نحيد ليه البابه. وهذا الخبز هذا تقدروا ديروا به لا شابلوغ. كنعمر الخبيزات من الوسط بالحشوه، كنعمرهم مزيان مزيان، وكنحاول انني نحطهم في واحد البلاصه كنسد عليهم اولا كنغطيهم بالفخوماج، نديرهم في الصينيه اللي غتدخل الفران، اولا تقدروا طيبوهم في الاير فراير. ما تياخذوش الوقت، غير كيتك غاتينا وكيجيو لذاذ بزاف، ما غتشبعوش منه. انا اختاريت نديرها لهم في اللانش بوكس، نتوما قدموها ولا كلوها بالطريقه اللي كتعجبكم. هنايا غنزيد معها طوماط سوغي، تقدروا ديروا خضيره مندالين، وبالصحه والراحه.